أسعار الريال السعودي في مصر اليوم السبت 8/6/2024، حجاج وأداء الفريضة الحج بيستعدوا، وده بيزيد من اهتمامهم بمتابعة سعر الريال السعودي وأسعار الصرف للحصول على أفضل قيمة لتحويل أموالهم. هذا الأمر بيؤدي لزيادة الطلب على الريال في السوق الموازي وفي البنوك، ترتفع الأسعار نتيجة لهذا الطلب المتزايد. طبعا زي ما عارفين إنه الناس اللي شغالة في السعودية مهتمة برضو بسعر الريال. بالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك المركزي، سجل 12 جنيه 65 قرش للشراء و 12 جنيه 68 قرش للبيع. بالنسبة للبنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال 12 جنيه 65 قرش للشراء و 12 جنيه 68 قرش للبيع. في بنك مصر، سجل الريال السعودي 12 جنيه 67 قرش للشراء و 12 جنيه 70 قرش للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل 12 جنيه 65 قرش للشراء و 12 جنيه 68 قرش للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 12 جنيه 59 قرش للشراء و 12 جنيه 68 قرش للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل 12 جنيه 71 قرش للشراء و 12 جنيه 74 قرش للبيع. ريال السعودي في بنك البركة، سجل 12 جنيه 65 قرش للشراء، 12 جنيه 67 قرش للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، سجل 12 جنيه 60 قرش للشراء و 12 جنيه 68 قرش للبيع.